في مدرسة في ميلانو إيطاليا باسم أديب نوبل نجيب محفوظ. مدرسة نجيب محفوظ في إيطاليا بتعتبر من أوائل المدارس المصرية المعتمدة في أوروبا، واللي بتدرس المنهجين المصري والإيطالي. تم إنشائها في 2005، وأدوارها متعددة في ربط الجيلين الثاني والثالث بوطنهم الأم مصر. ومن فترة كانت كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج إنها اتفقت مع الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على إنها هتمد مدرسة نجيب محفوظ في إيطاليا بكل الإصدارات اللي بتمتلك حقوقها وزارة الثقافة، واللي بتتناول أعمال الأديب العالمي نجيب محفوظ. إيه حكاية المدرسة دي؟ يعني هنعرف بقى تفاصيلها أكتر، إزاي قدرت من بداية إنشائها على طبعا ربط الروح كده الإيطالية بالمصرية. هنعرف كل ده من مؤسسها الأستاذ محمود عثمان اللي موجود معانا دلوقتي عبر تطبيق زوم. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير استاذه بسنت، صباح الخير استاذ محمد، يا اهلا بيك. صباح الخير على كل مصر والمصريين في هذا اليوم ان شاء الله الجميل. طبعا هذه المدرسه تعد صرح مصري تعليمي كبير خارج الاراضي المصريه، وخصوصا في قاره اوروبا وتحديدا في دوله ايطاليا ومدينه ميلانو عاصمه الشمال الايطالي. المدرسه نشات بالعام 2005 بقرارين وزير التعليم الايطالي، السيد وزير التعليم الايطالي في ذلك الوقت والسيد وزير التعليم المصري، وهذه المدرسه تحظى برعايه كبيره من الجانبين المصري والايطالي، والمدرسه بتدرس المنهجين مع بعض المصري والايطالي، والطالب المصري بيحصل في نهايه العام على شهاده معتمده من التربيه والتعليم المصريه حسب المنهج المصري، وايضا شهاده من التربيه والتعليم الايطاليه. المدرسه بها عدد كبير من العاملين، اكثر من 60 معلم ومعلمه، نصفهم ايطالي ونصفهم مصري. هذه المدرسه هي نموذج للاندماج والتصاور والانصهار والتعايش بين المصريين المغتربين وبين المجتمع المقيمين في دوله ايطاليا، وفي نفس الوقت بيحتفظ هؤلاء الطلاب، عندنا حوالي اكثر من 400 طالب وطالبه، يحتفظوا في نفس الوقت بالهويه المصريه والاحتفاظ باللغة العربية، وكل المناسبات المصرية بيتم الاشتراك فيها، احتفالات اكتوبر، الاعياد، جميع الاعياد سواء اسلامية او مسيحية. هنا المدرسة تعد نموذج مصري على الاراضي الايطالية، ولكنها بتندمج في نفس الوقت. احنا بننتظر ان شاء الله من هؤلاء الاطفال ان يطلع عندنا الدكتور زويل مصري، دكتور مجدي يعقوب مصري اخر، دكتور مصطفى السيد بس بالنكهة الايطالية. طيب المناهج عباره عن ايه؟ يعني انتوا ازاي قدرتوا انتوا تدمجوا المناهج المصريه مع الايطاليه؟ حضرتك احنا بنلتزم دايما بمناهج التربيه والتعليم المصريه، الدور اللي حصل حضرتك هذا السؤال طبعا مهم جدا. حصل نوع من انواع اجتماع الخبراء الايطاليين مع المصريين هنا في المدرسه منذ بدايه انشائها، وتم تقريب المناهج الايطاليه لتتناسب مع المناهج المصريه، بمعنى ان ماده الرياضيات مثلا هنا في ايطاليا بيكون لها اكثر من كتاب في نفس العام، فاحنا نختار الكتاب والمنهج اللي هو يتقارب مع المنهج المصري ولا يتعارض معاه، لان حضرتك عندنا الرياضيات والعلوم دي كلها حاجات متشابهه. الاختلاف في اللغه، احنا بندرس الدراسات الاجتماعيه وكل الحاجات اللي خاصه بينا، وسواء كان دين اسلامي او دين مسيحي، دي الفرق بس. انما الرياضه والعلوم ومعظم المواد متشابهه، يعني حصل نوع من انواع التقارب، لان في هنا حريه اختيار. مثلا عندنا ماده العلوم اكثر من 3-4 كتب، فنختار الماده اللي هي القريبه من اللغه بقى المستخدمه في التعليم. نستخدم العربيه في مناهج ايه بالظبط الايطاليه في مناهج؟ حضرتك ده شيء طبعا فريد من نوعه، وبيشيد به جميع الخبراء الايطاليين وجميع الساده الضيوف اللي بياتوا من مصر لزياره المدرسه دايما باستمرار. المدرسه بتدرس بالايطالي وبالعربي، وايضا هناك الانجليزي والفرنساوي، احنا عندنا 4 لغات في المدرسه. علشان كده الاسر الايطاليه اللي بتيجي او الضيوف الايطاليين بيقولوا احنا واحنا صغيرين افتقدنا هذه الميزه. انتوا عندكم مدرسه غنيه بالثقافات، صحيح، غنيه باللغات. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم، كمل، بنسمع حضرتك. يعني انا معظم الناس اللي بتيجي، لا دي مدرسه، يعني المدرسه المصريه يعني اصبحت في ايطاليا هي يعني هنقول يعني منبع للتواصل
مع المجتمع الإيطالي داخل إيطاليا وللتواصل مع المجتمع المصري من خلالنا، لأن هنا المدرسة نموذج مشرف لأبناء المصريين في الخارج بأنها بتحمل المنهجين. إحنا عندنا لحد تالتة إعدادي بيدرسوا المنهج الإيطالي والمصري. بعد تالتة إعدادي الطالب له حرية الاختيار، إذا حب يكمل في إيطالي بيدخل ثانوي إيطالي ومنه للجامعة، حب يكمل في مصر عندنا التدريس لحد تانية ثانوي مصري، وبعدها يلتحق بتالتة ثانوي في مصر والجامعة في مصر. إذا المدرسة بتتيح للأسر المصرية المقيمة الدراسة سواء بالمصري بالمنهج المصري أو المنهج الإيطالي، فدي بتساعد أسر كتير في حالة العودة أو في حالة أستاذ محمود، في الطالب اللي قبل بقى تالتة إعدادي بيحصل على أنهي شهادة؟ الشهادة المصرية والإيطالية أو شهادة مصرية أو إيطالية؟ الاثنين مع بعض ولا؟ الاثنين حضرتك مع بعض أستاذة بسام. إحنا بنتبع منهج مدارس المصاري المصري في الخارج التابعة لوزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة لامتحانات أبنائنا في الخارج، بيتم الامتحانات عن طريق إشرافهم، فالطالب بياخد الشهادة المصرية بناء على المنهج المصري. في نفس الوقت طلبة مدرسة نجيب محفوظ بتعقد لهم الإدارة التعليمية في ميلانو امتحانات الجانب الإيطالي تحت إشراف كامل من وزارة التربية والتعليم الإيطالية، وبيحصلوا على الشهادات الإيطالية. إذن الطالب عندنا في المدرسة بيحصل على شهادتين إيطالية ومصرية لحد تالتة إعدادي، لا أولى وتانية ثانوي بيكون بس المنهج المصري فيهم، لأن تالتة ثانوي حضرتك لا يسمح بانعقاد امتحاناتها خارج جمهورية مصر العربية إلا في دولة السودان. طيب أنا عاجبني كمان في الموضوع إن هي مش مجرد مدرسة، هي مدرسة بتراعي أبعاد كتيرة جدا اجتماعية وإنسانية وخلافه. حضرتك ذكرت نقطة مهمة جدا، إنه بيتم الاهتمام بالمناسبات الوطنية وإحياء هذه المناسبات الوطنية في مصر عندكم في هذه المدرسة. بنتكلم عن البعد الاجتماعي، حضرتك قلت إنه دمج وتعايش ما بين الثقافات، ما بين الثقافة المصرية والثقافة الإيطالية، وده مهم جدا بالنسبة للشباب المصريين اللي موجودين في إيطاليا. طيب عايزين نتكلم مع حضرتك عن البعد الإنساني، المدرسة كان ليها دور كبير جدا في بداية ظهور فيروس كورونا. طبعا استاذ محمد، الحمد لله حضرتك يعني دارس الموضوع كويس وقارئ جيد لاحداث مدرسه نجيب محفوظ. كانت احد النماذج المشرفه على الاراضي الايطاليه اثناء ازمه كورونا من مارس 2000، من بدايه الازمه 24 فبراير، يعني في ذروه ازمه الجائحه الكوفيد 19 كورونا، مدرسة نجيب محفوظ كان لها السبق من بين المؤسسات اللي موجودة على الأراضي الإيطالية، إن المدرسة في هذه الفترة كان هناك إغلاق تام لجميع المدارس وجميع المصالح، ولكن المدرسة تحولت إلى مركز استقطاب ومخزن كبير للمواد الغذائية، وحصلنا على تراخيص من محافظة ميلانو وأجهزة الأمن في ميلانو اللي هم مسؤولين عن المرور، أجهزة المرور بتسيير سياراتنا، تحولت سيارات أولياء الأمور وأولياء أمور المدرسة وأبناء الجالية في توصيل المساعدات للأسر المصرية والإيطالية. حتى بعد يعني جميع الإيطاليين، حتى من هناك اتفاق في ميلانو، دعني أقول لحضرتك، من جميع الأحزاب السياسية سواء اليمين أو اليسار اللي بيحكم حاليا، بأهمية تواجد هذه المدرسة، لأن هم بيقولوا إن هي بتضيف إسراء للتجانس والتعايش ونموذج جيد للمهاجرين الشرعيين على الأراضي الإيطالية. فكان لنا دور كبير جدا، ساعدنا أكثر من 600 أسرة إيطالية ومصرية، كان بيوصل لهم الغذاء والدواء إلى حد منازلهم، لدرجة إن هيئة الحماية المدنية الإيطالية اللي كان مروض بيها في هذا الوقت إدارة أزمة كورونا، إن هي بقت تتعاون معانا والكول سنتر بتاعنا، وتتصل وتقول والله إحنا عندنا في منطقة كذا شمال ميلانو 4 أسر، في 5 أسر. فالحمد لله، والصحافة الإيطالية أستاذ محمد كتبت باستفاضة عن هذا العمل العظيم، قالت في اللحظات اللي كل الناس فكرت تذهب لبيوتها في الجنوب وتسافر وتسيب الشمال، لأن كانت الجائحة في بيرجامو وميلانو كبيرة جدا، المصريين بطلهم موجودين واحتفظوا بالجميل لهذا البلد وردوه. نموذج هايل يا فندم، بنتشرف بيكم. حابة أعرف بقى من حضرتك، يعني إيه سبب تسمية المدرسة بنجيب محفوظ، وليه مهم ليكم ترجمة أعماله؟ والله حضرتك، المدرسة نجيب محفوظ كاتب مصري عالمي، إحنا حبينا نعمل اسم يعني يكون في وسط المعروف، وسط الجالية المصرية الإيطاليين
الجاليه المصريه بس حضرتك، الجاليه المصريه خلاص عرفت نجيب محفوظ طبعا، طبعا. كاتبنا الكبير ومن منا لم يرى افلام الكثيره يعني اولاد حريتنا زي المدائن صرصره فوق كل الحاجات دي. المصريين احنا كنا بنخاطب بيه الجانب الايطالي، بنقول ان احنا دوله دعاة سلام وحضاره، واحنا عندنا ثقافه كبيره جدا ونوع من انواع المباهاه والتعريف الايطاليين اكتر بنجيب محفوظ، اللي هو الحمد لله كتبه يعني موجوده هنا في المكتبات الايطاليه مترجمه للغه الايطاليه. احنا حضرتك بنشكر من خلال هذا البرنامج معالي السفيره الوزيره نبيله مكرم والوزيره السيده الوزيره ايناس عبدايم على دعم معالي الوزيره نبيله مكرم لهذه المدرسه وامدادها باصدارات الكاتب نجيب محفوظ. ده بقى لتعريف ابناء الجيل الثاني والثالث، لان دول يعني اتولدوا في الخارج ما يعرفوش نجيب محفوظ، ما شافوش، بيشوفوا الافلام ولسه صغيرين. فكان الهدف منه ان هو تعريف ابناء الجاليه المصريه وابناء المدرسه باصدارات الكاتب نجيب محفوظ، وايضا ترجمه بعض الكتب اللي اتكلمت عن ادبيات نجيب محفوظ. اما الكاتب الكبير سبب اختيار الاسم هو ان هو اسم في خلال الادب يعني للتقارب بين الشعبين اكتر، وكل ما يمشي حتى الايطاليين في الشارع المدرسه حضرتك هنا احنا بدوار استاد سان سيرو بتاع ميلانو الشهير، فيعني اكبر دعايه لنا. استاذ محمود، هل احنا حريصين كمان على ان يعني دايما احنا لما بنشوف ابناء الجيل الثالث او الثاني او الثالث في اي دوله في العالم بيتكلموا عربي مكسر شويه، هل بقى طلاب مدرسه نجيب محفوظ بيتكلموا عربي يعني زي اللي احنا بنتكلمه ده؟ حضرتك بالظبط زي ما يكونوا يعني مولودين في مصر، لم يغادروا القاهره ابدا، ودي الميزه يا فندم ان هم عندهم ثقافتين، عندهم لغتين، المصري اجاده كامله حتى باللهجه المصريه وكذلك اللغه الايطاليه، وده سر نجاح المدرسه انها احتفظت بالهويه المصريه مع الانفتاح والاندماج في المجتمع الايطالي. لما بيتكلموا ايطالي لا تفرقي بينهم وبين مواطن ايطالي، ولما بيتكلموا مصري لا فرق بينهم واي بين اي طالب مصري في اي مدرسه من مدارس القاهره. طيب حضرتك قلت ثقافات متقاربه ما بين الشعبين، واحنا بنختار من المناهج الايطاليه ما يناسب الثقافة المصرية طبعا. من خلال وجودك ومن خلال وجودك في هذا المركز كمدير لهذه المدرسة، أوجه التقارب رئيس مجلس الإدارة حضرتك عظيم. هناك مدير للقسم الإيطالي اسمه الأستاذ وليد فوزي، ومدير للقسم الإيطالي اسمه البروفيسور ماركو، أنا رئيس مجلس الإدارة ومؤسس المدرسة. عظيم، من خلال وجودك بقى في هذا المنصب أوجه التقارب ما بين الثقافة المصرية والإيطالية، العادات والتقاليد، شفت إيه من خلال وجودك في هذا المنصب؟ والله حضرتك احنا شعوب البحر المتوسط يا استاذ محمد وخصوصا ايطاليا هم اقرب ناس لنا، تكاد تكون العادات يعني الى حد كبير متشابهه، حتى خفه الدم، حتى النكات، حتى الانطباع نفسها، الغضب بسرعه، الرجوع ينبسط بسرعه تاني، واخد بال حضرتك؟ انما احنا العادات والتقاليد هم يعني تقريبا عارفين كل حاجه عننا، بيحترموا عاداتنا وتقاليدنا في رمضان، واحنا بنحترم وبنشارك على فكره يا استاذ محمد في شيء يعني يجب ان اذكره، احنا متواجدين ومتجانسين وفي تواصل مع المجتمع المحيط بنا، احنا كل سنه في النصف الثاني من ديسمبر وقبل اعياد الكريسماس 25 ديسمبر حسب التقويم هنا في اوروبا، احنا المدرسه بتحتفل مع ابناء المنطقه اللي احنا مقيمين فيها باعياد الميلاد المجيد، فبيبقى شيء جميل يعني احنا بنشترك اعيادهم هم بيشتركوا في اعيادنا، وما انساش ان اقول لحضرتك للمدرسه ايضا دور وطني كبير في جميع المناسبات، اذا كانت الانتخابات الرئاسيه الماضيه 2018 او 2014 او الاستفتاء على الدستور عام 2020، المدرسه كان لها دور عظيم. احنا بنشكر حضرتك طبعا، نموذج مهم جدا، وبنتمنى طبعا يكون في نماذج كتير في ايطاليا وفي دول تانية كتير، لان ده يعتبر نموذج للقوة الناعمة المصرية، بنعرف الناس بثقافتنا وبنعرف الناس بحضارتنا، ونموذج مشرف الحقيقة للجالية المصرية في ايطاليا. شكرا جزيلا الاستاذ محمود عثمان مؤسس مدرسة نجيب محفوظ في ميلانو.